هي الاتحاد الهندبول دكتور خالد حمود. مساء الخير يا دكتور خالد. نور يا كابتن احمد، ازي حضرتك؟ بالسلامه يا رب ان شاء الله. تعاود حضرتك والساده المشاهدين. ربنا معاك، وبشكرك على الفكره العبقريه دي اللي الناس كلها تشوفها بعينيها الزغل لعينيها، بتقول لهم تعالوا مصر وشجع مصر وقناه السويس في مصر وحلاوه شمسنا وجمالها. انا بشكرك بجد يا دكتور خالد. لا حضرتك، لا احنا كلنا يعني جنود لمصر، ودي اقل حاجه الواحد يعملها البلد. والمجلس بقى الحقيقه كله اقترح ان احنا في هذا المكان ان احنا نكون عنوان لمصر وعنوان للوطنيه المصريه ان شاء الله. يعني كانت فكره مين؟ والله اعضاء المجلس كلنا، يعني ما فيش واحد الا كان عايز يقول ان احنا يعني رايحين علشان نبرز الجانب الرياضي والجانب الوطني للبلد. نعم. عايزين نحتفي ب 240 الف مصري اللي هناك. عايزين ال 24 دوله اللي فيهم اجانب نعرفهم بمصر، معانا كمان هدايا من وزاره السياحه. يعني ان شاء الله هو حفل رياضي نحقق فيه نتيجه باذن الله من الناحيه الرياضيه ومن الناحيه السياحيه ان شاء الله والدعائيه. مباراتنا الاولى مع الجزائر امتى يا فندم؟ يوم الجمعة إن شاء الله، ربنا ييسر بإذن الله وإن شاء الله نعمل فيها نتيجة إيجابية بإذن الله. بأمر البعثة وصلت بالسلامة؟ فنان المنتخب وصل النهاردة الصبح قام 8:30 ووصل وابتدى التمرين. والحقيقة الإجراءات كانت سهلة وترحب بيه كويس، والسفارة كانت موجودة. كل الإجراءات ماشية حلو الحمد لله. معانا الجزائر ومعانا أيسلندا ومعانا فرنسا. حضرتك تاني ماتش فرنسا هو كل 48 مباراه، كل 48 ساعه مباراه. نعم. جزائر، فرنسا، التشيك، السويد، ايسلندا. ده مجموعه صعبه قوي. ان شاء الله اولاد مصر يقدروا يجتازوا هذا الاختبار الصعب باذن الله. هو طبعا وجود ايسلندا صعب المهمه، بدل الامارات، لكن ان شاء الله اولادنا قادرين على هذا التحدي. مدرب المصري شافه الافضل، ولا البعض كان بيقول انه مدرب اجنبي في الوقت ده كان مهم، خاصة ان تونس معاها مدرب اجنبي وان الجزائر معاها مدرب اجنبي؟ لا يعني انا متأكد ان الجزائر معاها مدرب وطني. تونس معاها مدرب اجنبي بوسني. جدا بالظبط، مع واحد وما عملش حاجة. وانا مؤمن بان المواطن المصري في الفترة الحالية اقدر من الاجنبي. الخبرات اللي توارثها الولاد بتوعنا من المدربين اللي قبل كده، اعتقد الخبرات اللي اشتركوا فيها في الاولمبياد وفي بطولات العالم واحتراف التدريب، اعتقد انهم قادرين انهم يعدوا المهمه احسن من الاجنبي. راضي عن فتره الاعداد يا فندم؟ راضي عن فتره الاعداد؟ جدا جدا جدا. ان شاء الله ان شاء الله هيكون في تطور، الناس كلها هتلمسه باذن الله. المركز المنشود، عشان بس في ناس قالت لك الثلاثة الأوائل والأربعة الأوائل، بس نعرف الناس يعني. أنا أتمنى إن شاء الله الأول نعدي الدور الأول، أتمنى حلم من عندي إن أنا أكون في المركز ال 12. مركز ال 12. الأوائل بيطلع أول أربعة من المجموعة يا فندم، مش كده؟ أول أربعة. وبعدين مباراة واحدة توصل للدور اللي بعده طبعًا. دي إذا عدينا المجموعة الأولانية هنقابل الدور الرابع، المجموعة الرابعة. وطبعا دي فيها برضه أبطال عالم. لكن يعني خلينا ناخد خطوة خطوة. نعم. أنا بشكرك وبتمنى لك كل توفيق يا رب إن شاء الله، وبشكرك. أنا بشكر حضرتك واهتمامك ودعمك لاتحاد كرة اليد، وبتمنى إن الناس كلها تدعي لمصر. إن شاء الله هنكون عنوان جيد ممتاز للفترة اللي جاية الجميلة بإذن الله. بشكرك، وأكثر حاجة في الشعب المصري الدعاء، فيعني دي بيبقوا مخلصين فيها. بشكرك شكرا جزيلا دكتور خالد حمود، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد.